نواف حياك الله. اهلا وسهلا. اهلا حياك الله منار. الله يحييك نواف. طبعا اليوم منار حابه اقول لك انه انا ونواف ترى ما نعرف شيء عن تيك توك. ما عليك ابد، انا عندكم الخبره كلها عندك. أيه اليوم الامال مره كبيره فيك. اي مره في اسئله كثير. ولا يهمكم والله. طيب منار، يعني نقدر نقول ان البثوث هذه الفتره هي الترند فعلا، تنتشر في كل مكان. حتى ممكن انه كيف احنا سمعنا عن البثوث، صح انا مثلا ما اعرف التيك توك كثير، لكن اشوفه في تويتر منتشر، انستغرام منتشر، السناب منتشر. فهذه البثوث اساسا يطلع منها كثير ممكن جانب سلبي او انتقادات، لكن ما نقدر ننكر ان هي ترند الموسم هذه الفتره. لكن بالاخير هل تشوفي انت هذه البثوث كيف تشوفينها انت؟ يعني هل ساعدتك في التيك توك الانتشار اكثر، ولا وش فائده هذه البثوث؟ إيه ليه نطلع فيها؟ طبعا دائما اللايف المسجل اللي ينزل في كل مكان يجيب شهره اعلى ترى، على فكره، سواء انتقاد او شيء ايجابي. طيب انت كيف بديتي؟ انا بدايتي الصراحه غريبه شوي. نزلت فيديو، انا عادتي انزل فيديوهات واحفظها واحذفها على طول، فهمتي؟ مو ما كانت نيتي اني ادخل التيك توك. فلما نزلت فيديو حفظته ونسيت منه، انا ما صفر متابع كان، يعني ما كان هدف من اهدافك ان تكون مشهوره. صدفه طقطقه، الموضوع مزح، فهمتي؟ فلما نزلتها خليته ونمت. لما صحيت اشوف الاشعارات، لا مو طبيعي، لايكات، تعليقات، الفيديو وصل فوق 1,000,000 مشاهده، وبرضه جاء عدد متابعين كبير الصراحه. رقم صدمه من صفر الى مليون. طيب منار، انا عندي سؤال الان. بدايه شهرتك، اول ما بدا يتحرك حسابك، وش السبب؟ يعني هل في احد نشر في، يعني ايش الحركه اللي سويتيها بعدين فجاه بدت؟ والله شوف، انا لما نزلت المقطع قلت لك انا نسيت منه ونمت، لما صحيت لقيت هذا العدد من التفاعل. فالتيك توك الصراحه انه وسيله سهله للشهره. تتذكرين كم كان العدد، يعني المتابعين من صفر الى كم؟ يعني كان كذا 3,000 3,800 كذا، كان العدد قليل لكن الفيديو كان عليه مشاهدات عاليه. تذكر الرقم مشاهدات؟ 1,000,000 وفوق. ما شاء الله، مليونيه على طول، ما تمزح منار. عشان كذا اقول لك الوسيله